يبدو أن ظاهرة خطوبة وزواج الأطفال ما توقفت في مصر، فحاليا عادت للواجهة ورجع الكلام عنها وكيفية تصدي السلطات والمجتمع لها بعد ظهور عروسان جداد تحت السن القانوني. هذه المرة انقال أن العريس عمره 12 سنة أما العروس فبتصغره بعام وعمرها 11 سنة. القصة وقعت في إحدى القرى التابعة لمدينة الحومدية بمحافظة الجيزة، وانعرفت بتداول السوشيال ميديا صور وفيديوهات تجمع الطفلين وأنه تمت خطوبتهم. وبالمناسبة قيل أنه هذه اللقطات نشرها محل الصياغة على صفحته بفيسبوك كأصغر عروسين في القرية، وبيظهر فيها مثل ما شايفين العريس وهو شايل الشبكة اللي تقدر ب 2000 جنيه حسب ما هو متداول. طبعا الاحتفال اللي أقامته العيلة كان محدود، ولكن بسبب الجدل اللي رافق الخبر خلال 24 ساعة قدرت الأجهزة الأمنية أنها تصل لوالدي الطفلين وتقبض عليهم وتحيلهم للنيابة للتحقيق. وعلى فكرة ما في أي تصريح صحفي لوالدي الطفلين بعد التحقيق معاهم، لكن شقيق العريس طلع في لقاء مع الزميلة لميس الحديدي ووضح الأعمار الحقيقية للطفلين وقال أن الموضوع مجرد حجز البنت وقولة خير لا أكثر ولا أقل. احنا طبعا جيران وهم كانوا في نفس المدرسة والحوار كله ان احنا في بلد أرياف، فالاثنين كانوا متعلقين ببعض شوية، فاحنا كان الاتفاق بتاعنا ان احنا نقرا فاتحة ونحجزها بدليل ان محدش يخش مثلا يتقدم لعروسة تانية او الكلام ده كله لحد ما يتم سنهم القانوني. عندهم كام سنة؟ اخوك عنده كام سنة والبنوتة عندها كام سنة؟ هو عنده 15 سنة وهي عندها 14 سنة. القصة كلها ان احنا جيران، وزي ما قلت لحضرتك احنا هنا بلد ارياف وهم كانوا متعلقين ببعض، فما حبيناش ان حد يقول كلمة ملهاش لازمة، فخلينا الموضوع كله رسم لحد ما يجي سنهم القانون. يعني متعلقين ببعض ايه؟ بيلعبوا مع بعض؟ لا، وطبعا بقى في كذا جملة طلعت ان هم الاثنين بيحبوا بعض ومش عارف ايه والكلام ده كله، فاحنا حبينا نختصر كلام الناس بس مش عارف الكلام ده كله، وتأكدوا ان هي قاري فاتحة ولا كاتب كتاب ولا فرح ولا الكلام ده كله. طبعا هم عندهم بالتحريات اثبتوا ان هم ايه، احنا لحد ما عدنا اللي هم الثلاث اربع سنين الجايين وهنكتب عليهم رسم. من جهة مدير عام خط نجدة الطفل في مصر صبري عثمان علق هو الآخر على واقعة عروسي الحومدية، معتبرا زواج الأطفال كله على بعضه تقاليد بالية. رغم الجهود ورغم ما تبذله الدولة لحماية الأطفال، وشفنا الأسبوع الفات السيد رئيس الجمهورية أطلق استراتيجية السلطة الوطنية لحقوق الإنسان وتنسعى لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات في حقهم، إلا أن للأسف الأسر ما زالت بعض الأسر عابسة بمستقبل أطفالها، مصممة على ممارسة هذه للأسف التقاليد البالية اللي ملهاش لا أساس لا في ثقافتنا ولا في ديننا. دايما مصممين يسلبوا الحقوق أطفالهم. إحنا قلنا مرارا وتكرارا لما نتدخل يا شامبي عشان نوقف زواج الأطفال. طبعا خطوبة أو زواج الأطفال ممكن نقول أنه ظاهرة قديمة جديدة، فطفلي الحومدية مو أول حالة. أيضا قبل كده أقام مواطن مصري وشقيقه في محافظة القليوبية حفل لخطوبة ابنهما، ووقتها العريس كان عمره 7 سنوات والابنة أبشركم أصلا ما دخلت المدرسة وعمرها 4 سنوات. طبعا اتضح بعدين أنه الأهالي كانوا مبسوطين بنجاح الطفل في امتحانات الفصل الأول فحبوا أنهم يكافئوا وخطبوا له بنت عمه. كمان كان في حالة ثانية صارت في محافظة الدقهلية وهو حفل خطوبة أو حفل زفاف دون عقد زواج، كان في تضارب في التفاصيل وقتها، لكن على العموم الطفل كان عمره 12 سنة وابنة عمة العروس عمرها 11 سنة، وأيضا أثار الموضوع الجدل وانتقادات حقوقية. طبعا هذه فعلا بعض الحالات اللي تفاعلت معها السوشيال ميديا وفي غيرها كثير، لكن خلونا نتكلم بالأرقام. فوفقا لتقرير رسمي في 2018 عدد الأطفال اللي أقل من 18 سنة في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألف متزوج ومطلق. كمان بحسب التقرير فالصعيد بيسجل أعلى نسبة زواج للأطفال وطلاقهم، فعشان كده من الطبيعي أنه مع كل حالة زواج أو حتى خطوبة للأطفال تستنفر مؤسسات حقوقية وهي أصلا من زمان بالطالب بتغليظ العقوبة. وأخيرا للعلم حسب التشريعات الرسمية السارية في مصر فالسن القانوني هو 18 سنة للزوجين.